الكبد من الأعضاء المهمة جدا جدا في جسمنا، ومشاكلها الحقيقة بتبقى صعبة قوي، خصوصا لما يبقى البني آدم عنده سمنة. مش شرط انها تكون سمنة مفرطة، لكن في سمنة موجودة. بعض الأطباء بقى لما تروح لهم ويلاقي في دهون موجودة على الكبد ما يهتموش قوي بيها، او الشخص نفسه ممكن ما يهتمش قوي لما يعرف انه عنده دهون على الكبد، يقول لك يعني كل المصريين عندهم دهون على الكبد ومين ما عندوش الموضوع ده، وكأنها حاجة طبيعية جدا انها ممكن تحصل لنا. لكن الخطورة بقى الناس كتير جدا ما بتبقاش واخدة بالها منها، ان الدهون على الكبد ممكن تدخلنا في متاهات كتير قوي احنا في غنى عنها، ممكن لا قدر الله توصل في مرحلة من المراحل لتليف في الكبد. ازاي نتغاضى عن المشكلة دي؟ ازاي ما يبقاش عندنا دهون في الكبد؟ ازاي نقدر نحافظ على صحتنا وفي نفس الوقت نحافظ على وزننا؟ ده اللي هنقوله ان شاء الله النهاردة مع الاستاذ الدكتور احمد السبكي، استاذ جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. دكتور احمد اهلا بحضرتك ومنورنا. ازيك يا دكتور احمد؟ يعني الكبد انا بعتبر ان هو يعني جزء مهم جدا في جسمنا، ومشاكله الحقيقه ممكن تكون خطيره جدا. بعض الناس تقول لك يعني كله عنده دهون على الكبد مين ما عندوش، لكن يعني ملهاش تاثير قوي، لكن اكيد ليها خطوره كبيره جدا. ما دام في حاجه غريبه عن جسمنا او عن طبيعتنا اكيد بيبقى ليها تاثير سلبي. زي ما حضرتك بتقولي انت وصفتيها وصف دقيق جدا. هو طبعا الكبد هو اهم اعضاء جسمنا، هو المصنع الرئيسي بتاع الجسم، وظايفه كتير جدا، واقل تاثير مرضي في الكبد بيأثر على الانسان في كل وظايف حياته. خطوره الدهون على الكبد الاساسيه ان هي حاجه الناس بتعتبرها ترند طبيعي خالص، وبما انها منتشره جدا وعند ناس كتير مش في مصر والدول العربيه وناس كتير عندها 15 20 كيلو بس زياده وعندها سمنه شويه في البطن، ويقول لك ده انا جسمي كله كويس، ده هي البطن الصغير. عارفه الكرش المصري العربي الشهير ده؟ ما يعرفش ان ال 15 او ال 10 كيلو الزياده اللي في البطن اخطر من 50 60 70 كيلو في بقيه الجسم، لان الدهون لها انواع. في نوع مرضي سهل ان هو يحصل له ترسب في الشرايين ويعمل قصور في الدورة الدموية للقلب ويسبب جلطات القلب ويحتاج دعامات وجراحة قلب مفتوح وجلطات المخ، ودهون ممكن تبقى موجودة في الكبد تؤدي إلى التهاب مزمن تدريجيا في الكبد وصولا إلى التليف زي ما حضرتك قلتي. من كتر ما الموضوع منتشر، ومش بس كده، المشكلة ان ملوش علاج طبي، يعني دهون الكبد ملهاش اي حل. للأسف ان مفيش ادوية حتى الان لها دور فعال تقضي على دهون الكبد من غير ما المريض يفقد الوزن. مش زي مثلا الضغط عالي، طب ناخد دواء الضغط اتظبط. سكر عالي، طب بناخد دواء بناخد انسولين، طب السكر اتظبط. لكن الحل الوحيد لدهون الكبد انه لازم الكبد ينزل وزنه. بالظبط. عشان كده كان اصبح الترند ده شائع جدا، تلاقي كل الناس بيعمل موجات صوتيه على البطن مثلا، ليه؟ عنده شويه كسل، عنده شويه اجهاد، مجهوده مش زي الاول. فيطلع الموجات الصوتيه كلها كويسه ومكتوب كده فاتي ليفر او دهون على الكبد، فيروح لدكتور البطن يقول له لا انت كويس خالص، موجات الصوتيه ما فيهاش حاجه غير دهون على الكبد، ودي حاجه وكانها يعني معروفه، حاجه ايجابيه مش سلبيه. هي معروف ان هي لها دور، بس هي من كتر ما هي منتشر، من كتر ما هي في الاول الناس ما بيشتكوش من اعراض، فاصبحت بتعدي على نظر وعيون الاطباء والمرضى على انه ترند طبيعي. هو مين ما عندوش دهون على الكبد؟ لا، لما اخر 5 سنين، انت حضرتك لو تفتكري لما اتكلمنا عن تاثير عمليات التحويل المصغر والتكميم على السكر، قلنا في الاول ان هي اكتشفت بالصدفه. العمليه كانت معموله للسمنه، واتفاجئنا ان المريض السكر بيختفي، وبداوا يدرسوا لقوا في هرمونات في المعده بتتعزل وبتقل والبنكرياس بينشط، وبالتالي اصبحت هذه العمليات تجرى لمرضى السكر. الفيدراليه الدوليه غيرت اسمها وخلتها لامراض السمنه والسكر. هو ده اللي بيحصل برضه دلوقتي في الموضوع ده.
الناش او الدهون على الكبد اللي بتؤدي لالتهاب مزمن للكبد وصولا الى تليف في الكبد اصبح اتسلط عليها الضوء وتعمل عليها ليه بالتحديد يا دكتور منطقه الكبد اللي ممكن يكون بيحصل فيها تراكم للدهون بشكل كبير قوي؟ كويس، لان زي ما قلت لحضرتك الترند بتاع الخلايا الدهنيه له اماكن معينه لما بتزيد اماكن معينه بتتركز فيها. زي ما قلت لحضرتك الكوليسترول وثلاثي الدهون بيروح على الشرايين ويبتدي يعمل لنا ضيق الشرايين والتجلط الزائد وجلطات القلب والمخ. كذلك الدهون المرضيه بتروح على الكبد لان هو المصنع بتاع الجسم. والكبد منوط بتخزين الطاقه لان هو فيه الميتوكوندريا الرئيسيه، خلايا دقيقه بتاخد الطاقه تخزنها وتحولها في صورة جلايكوجين، يعني مش عايزين نقول كلام صعب على الناس عشان الناس تفهمه، لكن بتخزن الطاقة في صورة مركزة بحيث المريض ده مثلا لو قعد 12 15 ساعة 24 ساعة مفيش أكل قدامه في صحراء مثلا أو مفيش أكل قدامه لا قدر الله ما بيموتش. ليه؟ عشان في طاقة مخزنة، الكبد يحرق الدهون ويحرق الجلايكوجين ويدينا طاقة تمدنا. فهو جزء من وظيفته تخزين الدهون والجلايكوجين، بس لما تزيد عن حدها كل حاجة بتزيد ربنا صح. سبحانه وتعالى بيخلقها لها وظيفة صحية، لكن لما تزيد عن القيمة اللي اتعملت عليها بيبقى ضرر، يبتدي يحصل الضرر. يبتدي خلايا الدهون من كتر ما بتتضخم جوه خلايا الكبد تضغط على الخلايا الرئيسية للكبد وتضغط على بنسميها الطرق أو المنافذ اللي بتصرف العصارة المرارية اللي الكبد بينتجها وبتروح تفرز في المرارة عشان تفرز مع كل وجبة دهون يفرز عصارة مرارية. يحصل ارتجاع في العصارة المرارية تبتدي تتسرب جوه الكبد على الخلايا، هي المفروض لها طرق ما تدخلش على الخلايا. لما تتزنق بالخلايا الدهنيه فخلاص ملهاش منفذ بقى، بالظبط كده، تبتدي زي ما تكون حاجه ونشعت بمعنى اصح. العصاره المراريه تاثيرها مضر جدا، تبتدي تاكل في خلايا الكبد. يا ساتر. يحصل بعدها الكلام ده طبعا ما بيحصلش في يوم وليله ولا ده بياخد فترات طويله بس مع الاهمال سنين. بالظبط كده. لما تلاقي حد عنده دهون على الكبد وخلاص انت ما عندكش حاجه، عندك دهون على الكبد، شويه بعد 3-4 سنين تبص تلاقي انزيمات الكبد بدات تعلى. انزيمات الكبد تعلى دي علامه ان احنا بدانا في مرحله الالتهاب الكبدي المزمن. وبرضه ناس كتير يلاقي عنده انزيمات الكبد عاليه فيروح لدكتور البطنه يقول له اعمل فايرال ماركرز اللي هي الفيروسات الكبديه تطلع كويسه، يقول له لا خلاص انت كده كويس، انت سليم، انت زي الفل، ما فيش حاجه، طالما ما عندكش فيروس وما فيش بالهارسيا يبقى انت كده كويس. طب ما انزيمات الكبد عليت، ده معناها ان في التهاب في الكبد. طب ايه السبب؟ دهون على الكبد، انت تخس شويه. هو بيقول له الكلمه معلومه صح، بس ما قالوش ان انت لو ما خسيتش ان الالتهاب المزمن هيؤدي مع الوقت لتليف اللي ساعتها لو عملنا حتى عمليه مش هترجع لوضعك الطبيعي، وده الخطر اللي احنا بنحاول نحذر الناس منه. ان في مرحله بنسميها ريفيرسيبل ستيج، ولا ينفع فيها بقى عمليه ولا رجوع، وفي مرحله غير قابله للرجوع الريفيرسيبل. يبقى دورنا وده اللي احنا بنحاول نوصله للناس في التوعيه ان احنا نكتشف الموضوع بدري، ندي الاهتمام لكلمه دهون على الكبد، ما نسيبهاش وما نطنش، وبالتالي ناخد اكشن سواء بطرق تخسيس طبيعيه لو المريض عنده اراده، او لو هو فشل في انه يخسس نفسه ال 20 كيلو دول يبقى ساعتها ممكن نفكر في احدى عمليات السمنه للتخسيس اللي هتضيف له مش بس بقى تخلص، ما هتضيع له برضه السكر، هتضيع له الضغط، هتضيع له. كنت لسه هقول لحضرتك انه يعني عاده لما بيبقى الشخص عنده وزن اكتر من اللازم بيبقى عنده مشاكل كتير جدا من ضمنها مشكله دهون الكبد، فبيبقى مش عارف يحل ايه ولا ايه ولا بالزبط. ايه ولا ايه، خاصه الناس اللي بيبقى صعب عليها انها تعمل دايت، ما عندهمش القدره على ده، بتعمل دايت تنزل حاجه بسيطه قوي بس ما بتبقاش فارقه جامد ويرجعوا يطلعوا ازيد من اللي نزلوه تاني، او يبقوا خلاص فقدوا الامل في فكره ان هم يقدروا يقللوا من اكلهم فيخسوا، او
الحرق عندهم اساسا ما بقاش موجود. ده حقيقي، وتاكيدا لكلام حضرتك هو فعلا تم تصنيف الناش او الدهون على الكبد لفئتين. فئه بيبقى المريض زايد بس 15 20 كيلو ومعظمهم في البطن، وبيبقى عنده دهون على الكبد بس وما عندوش اي امراض اخرى زي السكر والضغط. وده بنسميه مرحله مبكره شويه. وفي المرحله الثانيه اللي بيبقى المريض عنده حاجه اسمها المتلازمه الايضيه اكس، اللي هي ميتابوليك سيندروم اكس. ميتابوليك سيندروم ده او المتلازمه بيبقى معاه حاجتين ثلاثه منهم وكلهم بيجيبوا بعض. يعني يبدا السكر، يجي بعديه الدهون على الكبد، يجي بعديه الضغط، خلاص بتجر الامراض كلها بقى، هم كلهم بيجوا كده. نبقى احنا هنبتدي ندخل في مرحله الخطر. فعشان كده دايما بنفضل لا، احنا لو نلحق بمجرد ما تظهر علامات، سواء دهون على الكبد لوحدها، بدايه السكر لوحده، الضغط بدا يعلى، اول ما نلاقي المنظومه دي مع درجه من السمنه، الخطوه المبكره تمنع الانسان ان هو يوصل للمرحله المتاخره دي خالص. واول خطوه لازم نفكر فيها زي ما حضرتك بتقول مع السمنه، يبقى انت هو عندك السبب وعندك المرض نفسه بالزبط. اللي جالك يبقى انت بتعمل حاجه اولا شكليا، لان السمنه كدفو في الشكل طبعا، سواء في الرجال او في الستات. حتى الراجل تلاقي جسمه كويس كله ودراعه كويس ورجليه، بس تلاقي بس فرش مبوظ الدنيا كلها. والفرش بيبوظ الشكل وبيبوظ عايز اقول لك بيأثر على النفس بعنف طبعا، لان هم 10 كيلو بس كلهم في البطن. لا ده على النفس وعلى العمود الفقري وعلى الرجلين وعلى الركب، ضغط على الحجاب الحاجز، اي خطوتين بص تلاقيه نهج، مش قادر ياخد نفسه كويس. ما بالك بقى في الحاجات اللي مستخبيه اللي مش هيكتشفها، احنا ما نعرفش حاجه عنها الا لا قدر الله، فجاه وجع تشيست بين، وجع في القلب، يروح يكشف، ايه ده انت عندك قصور في الدوره في الشرايين القلب، انت لازم تعمل قسطره فوريا. للاسف احنا ما بنكتشفش الحاجات دي بدري. يمكن في حاجات بدانا بالتوعيه، ودوركم الحقيقه الاعلامي مهم جدا، ان ارتفاع الكوليسترول بدات الناس تاخد بالها، السكر لا السكر خطر، انا لازم اعمل عمليه عشان اتخلص منه. بس ما زال الشبح الخفي اللي حتى الان لم تسلط عليه الاضواء ومحدش بيتكلم عليه، ولانه فعلا كان خفي حتى على المتخصصين لغايه ما الابحاث الاخيره طلعت، هو الناش او الدهون على الكبد. طب يا دكتور، فكره الدهون اللي بتبقى موجوده في البطن او الكرش كده زي ما بنقول، ليه من اصعب الحاجات اللي بيبقى يعني صعب على البني ادم انه ينزلها من جسمه؟ يعني ممكن نعمل دايت تخس من حتت كتير جدا، لكن تفضل منطقه البطن دي فيها مشكله وكارثه عند ناس ودي كتير. ودي المعضله الثانيه اللي هي طب احنا عايزين نحل المشكله نعمل ايه؟ في ناس تعتقد ان احيانا شفط الدهون ممكن يحل المشكله دي. بالظبط، في نسبة كبيرة منهم الدهون دي بتبقى دهون داخلية مش خارجية. الدهون الخارجية هي اللي ممكن شفطها سواء بالفيزر الحديث أو حتى بالشفط التقليدي وتدي شكل كويس. لكن الدهون الداخلية اللي حوالين الأمعاء وجوه الكبد وجوه الأمعاء دي ما ينفعش أشفطها. دي لازم المريض يفقد الوزن، وزي ما حضرتك بتقولي هو هيخس مثلا 10 كيلو يتفاجئ إن هو خس من وشه وخس من رجليه، من رجله او من دراعه، وما خسش كويس من بطنه. عشان كده جراحات السمنه اتعمل عليها تعديلات بحيث المريض يخس الوزن الزايد بتاعه بس. يعني لو عملنا تكميم معده او تحويل مصغر للمعده، هيبقى هدفها مش ان المريض ينزل 50 كيلو، ده هو زايد 20 كيلو بس. العمليه بتبقى فاشند وبتتفصل ان هو يخس ال 20 كيلو بس. وكلهم هيخسهم من بطنه، ومش بس كده، هيتخلص من كل الامراض المزمنه. ليه؟ عشان احنا اثرنا على الكيمياء الفعليه بقى، اللي هو ايه؟ هرمون الحرق القليل اللي اسمه البي واي واي، اللي بيخلي الدهون تتخزن هنا، بيتشال خالص في التكميم وبيتعزل خالص في التحويل. فتلاقي المريض بينزل من بطنه بكميه كبيره جدا، عكس لو حاول يعمل ده بطرق تقليديه زي الدايت او الرياضه. التحويل المصغر بيزود هرمون الجي ال بي 1 اللي بيحفز نشاط البنكرياس، ويمنع هرمون البي واي واي اللي بيقلل الحرق، فيحرق دهون وتلاقي بطنه في شهر ونص اختفت الدهون منها، تخلص من الدهون على الكبد، منع الناش او الالتهاب المزمن. على فكره اختصار الناش ده هو بنسميه بالانجلش نون الكوهوليك استياتوزيس هيباتايتس، يعني ايه؟
نون الكهوليك لان نفس التاثير اللي بيعمله دي عمليه التحويل المصغر اللي بتبين ان هي العمليه سيمبل جدا. ده اول ما العمليه اتوصفت وده كانت بتعمل للسمنه المفرطه فالمعده اللي شغاله صغيره اللي هي الانبوبه الطويله اللي ماشي فيها النقط دي ومتوصله بالامعاء على طول معين. هنا بقى تعديل العمليه ان ازاي اخسس المريض 20 كيلو بس ودي بتحتاج حرفه وبروفيشناليتي من الجراح عشان التحديد ده برضه مش سهل يعني. حجم المعده طول الامعاء اللي احنا بنعمل له باي باس قطر التوصيل عامله قد ايه؟ نقدر نقول المريض ياكل كم قد ايه في كل وجبه؟ وياكل كل ساعتين ولا كل ثلاثه ولا كل اربعه؟ وتصريف الاكل يمشي بالطريقه الفلانيه ويخس يعني قد ايه في اول شهر؟ يعني بتتحكموا يا دكتور في انه ياكل قد ايه وهيحتاج كم وجبه بالظبط هي دي الكرايتيريا اللي خلتنا نقدر نعمل العمليات دي في اوزان متوسطه. عشان مش السمنه بس بقى السكر الدهون على الكبد الكوليسترول وثلاثي الدهون الضغط لان اصبح معروف جدا ان السمنه ما هياش ترند شكلي. ده هي اساس كل الامراض في الجسم طبعا طبعا وكل التاريخ اللي احنا عشناه بيأكد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ان الانسان لازم ياكل تلت معدته اكل ويخلي التلت للميه والتلت احنا لو نقدر نعمل كده انا عايز اقول لك انت خلاص انت عملت دايت ونظمت جسمك وعملت كل حاجه رباني. صح عايز اقول لك حل مثالي لا شك ينهي على كل امراض العصر بتاعتنا صحيح صحيح وده اللي العلم بيثبته يوم بعد يوم ونرجع نقول ده احنا عندنا العلم كله والريفرنس بتاعنا سبحان الله اتكلم يعني من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام نصحنا بيه ده يعني والناس بتعتقد ان هو كان كلام وصف ايه يعني عادي جدا لا ده كلام علمي جدا لكن اللي ما يقدرش يعمل هذا التحكم لان احنا الحقيقه لينا طبع في الاكل زي ما انت عارفه الطبع الشرقي خلاص خدنا عندنا عادات كده وطقوس معينه وازاي ما تاكلش ونعزم عليه وانت اصبح والاكل في مواعيد غلط والاكل بالليل والاكل وجبه واحده قويه كل ده خلاص فقدنا الكنترول صح. ومن هنا بيجي دور لا احنا بقى نعمل لك حاجه تخليك نعمل لك احنا الكنترول اللي انت مش عارف تعمله الكنترول اللي يخلي شهيتك قليله بتاكل كل 3 4 ساعات ومعدتك بتطلب ده فعلا ما بتقدرش تاكل وجبه كبيره بتاكل وجبه معقوله يبقى احنا قدرنا نسيستم جسمك على الوضع المثالي اللي المفروض تمشي عليه من الاول. طب الفرق بين ده يا دكتور وبين التكميم ايه؟ تكميم المعده يمكن ان يؤدي لنفس النتيجه بتاعه التحويل المصغر بس هو نفس الفرق بينهم اللي كنا شرحناه قبل كده اعمل التكميم لمين واعمل التحويل لمين ما زال هو نفس الفرق عندنا. التكميم لو المريض ده مدمن حلويات وسكريات وشوكليتس ومياه غازيه التكميم هيديله نتيجه جزئيه في الاول بس هيرجع يتخن تاني وطالما تخن هترجع الدهون على الكبد ويرجع السكر وكاننا ما عملناش حاجه نفس الموضوع. التكميم برضو بنقدر نعمله بطريقه بحيث المريض يخس 20 كيلو بس ما بقاش فيه نقص فيتامينات خالص وعمليه بالمنظار العمليه كلها بتاخد نص ساعه ويومين في المستشفى يوم راحه بعد كده الانسان بيعيش حياته ولا كانه عامل حاجه وبالتالي الموضوع سهل. هو ده اللي خلى الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه تاخد الاكشن ده وتطلع الريبورتس وتطلع قرار اصل الفدراليه دي مش مجرد راي شخصي ده راي علماء العالم بمعنى كل الابحاث العالميه بتصب هناك والبروتوكولات بتتعمل من هناك فلما يطلع طيب الراي جماعي راي طبي عالمي ان جراحات السمنه هي الحل مش الافضل الحل الوحيد للسمنه المتوسطه اللي بتسبب الدهون على الكبد وتمنع التهاب المزمن للكبد وتمنع النيش وتمنع التليف على الكبد اصبح في توعيه عالميه بتبدا من اول ما الريبورتس دي طلعت وده المهم يا دكتور اننا مش دايما نتكلم بس على السمنه ان هي فكره شكل وجمال لا ده الاهم بالزبط. كمان ان هي صحه وده اللي اهم في الموضوع طبعاً. دكتور احمد السبكي استاذ جراحه السمنه والسكر نورتني بشكر حضرتك جدا اشوفك على خير ان شاء الله شكراً. بشكركم مشاهدينا واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله لو عشتوا كان لي عمر الساعه 3 الا ثلث اشوفكم بالف خير سلام عليكم.